يا رياض يا مدحت، انا عشت عمري كله محروم من سارة حلوه زي دي. اوعى تكون ناوي تفضها معايا بعد ما ربنا اداك وعديت الفار وجبت عربيه. اقول لك ايه، ما تقفلنيش منك بقى، ما اسمعش صوتك لاخر السهر. شايف يلا تعالى. بقول لك ايه، انا اول مره اجي المكان ده، والصراحه مش عايز انها تكون اخر مره. تحت عمرك يا باشا. هو احنا مش شربنا كتير؟ حصل يا باشا. طب اخواتك بقى نفسهم في الجزء اللي هناك دول تيجوا يونسونا. يلا بقى. انت بقى طلع اسمك شيماء. اصل انا احب الاسم ده، اصل امي قبل ما امها تسميها نوال كانت هتسميها شيماء، فتلاقي ان الاسم ده عزيز عليا حبتين. يعني انا اسمي عزة امك؟ عز. مفتاح يا بطل. شكرا يا كبير. واحنا تحت، انت اتكلمت مع الراجل على الاثنين، طالعين بواحده بس لها صلاح. بالامانه استخسرت فيك يا صاحبي. ويلا امشي روح بقى. وانا مش جاي معاك؟ لا انت موت رجل بقى، عشان انا محتاج العربيه. يلا امشي امشي يا فقير. تعال. عربيتي دي على فكره كاش مش قسط، انا ما بقسطش. 8,930,000 جنيه. يكفيك شرها. أنا مأخراكي ست محروس، عايز تقفلي؟ لا مأخراني على إيه؟ ما أنا هقعد في البيت نفس القعدة. مش عارفة أقول لك إيه يا نعم. لو عندي بنت ما كانتش هتعمل معايا كل ده. عهد مين ده؟ عهد الله. أنا لو كان عندي أم ما كنتش هعمل معاها كل ده. دول نص مليون يا ست محروس. أقول لك على سر؟ قولي. انت فاكره اني لما سبتك زمان تقعدي تشتغلي من على القهوه كنت سايباكي جدعانه؟ امال ايه غامضه يا صاحبه النوايا؟ بصراحه من اول يوم جيتي فيه والرزق جه في رجليكي، وكل ما كنت بتيجي تقعدي الرزق كان بيكتر، واليوم اللي ما تجيش فيه كان بيقل. فمسكت فيكي بايدي واسناني. يا محروسه يا طماعه، امال بتاخدي مني ارضيه ليه بقى؟ ده بدل ما تقسمي معايا اراضي القهوه. في كل افوكاتو نعمه. افوكاتو؟ انت مين يا وليه؟ هو ايه افوكاتو دي؟ انا اخر مره سمعت كلمه افوكاتو دي كان ايام حسن سبانخ. ابني مسكوها بيشرب مخدرات وخدوا على الاسم. ما طبيعي يا اختي ياخدوه الاسم طالما لقوه بيشرب مخدرات. امال عايزاهم ياخدوه على فين؟ على قاع الجمباز؟ ابنك المدمن في اسم ايه؟ اسم الجيزه. ماشي يا اختي يلا. قفلي انت يا ست محروسه وروحي. سلام يا نص مليونيره. يلا يا اختي نيلة في ربايتك. ادخلي يا اختي. اسأليني بقى تقوليلي ابني أدمن ليه؟ أقول لك ده اللي بيحصل لما الأهل بيهملوا العيال، بيطلع ابنهم مدمن زيك كده، وده اللي خلاكي تيجي تجري عليا وتقولي لي يا أفوكاتو. وقف يا ابني، وقف. صوت حكومة.
ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا لا يا باشا، التليفون وقع تحت فكنا بندور عليه. ولقيته؟ لسه. والعربيه من غير نمر ليه؟ انا لسه شاريها يا باشا وما لحقتش ارخص. بطاقتك. حاضر. بطاقتك يا بنت. والله العظيم يا باشا. بصي. هات. بقول لك ايه يا ست انت؟ طول ما انت ماشيه معايا لا تتكلمي ولا يطلع لك حس. حاضر حاضر يا افوكاتو. تاني افوكاتو؟ حاضر يا استاذه. بقول لك يا باشا والنبي. ايوه. هو الباشا رئيس المباحث فين؟ والله ما اعرف. تلاقيه راح ماموريه. اهو الباشا وصل اهو.